وتبوا أنفسكم إذا حكم القضاء ولا تدجعوا لحادثة الليال فما لحوادث الدنيا بقاء فسيروا أيها الشباب طالبين للعلوم لأني رأيت وقوف الرجال يفسدهم فسيروا أيها الإخوة فإن لكم خيلا ومضمارا وفجروا الصخرة فإن معكم ريحانا ونوارا سيروا على بركات الله وأجرا فنحن نرهف آذانا وأبصارا وذكرونا بأيام لنا سلفت وشهورا فقد نسينا شرح بيلا وعمارا فيا أيها الشباب الجيل لبلادكم عودوا فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته والوقود فأنتم فجره الزاهر الجديد فدعوني أهديكم تحية السلام تحية إسلامية تحية من عند الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وثناء لله صلاة وسلاما على رسول الله نحمده سبحانه نستعينه ونستهديه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم حتى يكون عباد الله الطاهرين سبحان من ملأ الوجود أدلة ليلوح ما أخفى بما أبداه سبحان من ظهر الجميع بنوره فيه يرى أشياء من صفاه سبحان من امتحن عباده المتقين ليظهرهم محبته نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم بلغ عليه القرآن روح الأمين بعثه الله لإعلاء كلماته وإقامة دينه القويم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى صراط مستقيم فيا معاشر الحاضرين المحترمين وأخص بذكر مجلس التحكيم الذي سهل الله لكم أموركم ورئيسة الجلسة التي أعطتني فرصة هنيئة للقيام بين أيديكم لإلقاء بعض الكلمات المتعلقة بأهمية شباب المسلم في تقدم البلاد فأول ما أبتدي به الكلام الشكر إلى الله عز وجل على ما قد من علينا نعما كثيرة وفضل علينا بالفضائل المتوفرة حتى نكون عبدا لله شكورا وكنا بهذه النعم والفضائل نستطيع أن نجتمع في هذا المكان الكريم وهذا الحين الثمين وهذا المنصب الجليل ليس إلا سائرا لله السبيل ابتغاء لمرضات الله الخليل فيا أيها الأحباب يقول التاريخ أن هذا البلد بني بالدموع ونيل بالجهود وزين بالكفاح فحمايته أمر مهم واجب لدي شباب إندونيسيا واعلموا أن شبابنا وفتياتنا هم عدة المستقبل ومعكد الأمل في نهوض الأمم وتقدم الدول فما لنا بد أيها الإخوة للخروج بها من التخلف والتقهقر إلى الرقي والتقدم بقيام واجبنا الأولى معهم في التربية الصحيحة وتهذيب أخلاقهم الكريمة حتى يكون الشباب لأمتهم ساعيا إلى الذود عن كرامتها والجد في استرداد مجدها وحماية دينها وأرضها واستخراج كنوزها وتطويع مواردها فالشباب أيها الإخوة هم عمود المجتمع وامتازت الأمم والشعوب بسواعدهم ونشاطهم وعلومهم بل إذا كانوا بخلافهم يتفخرون بكسلهم وجهلهم فهو عين التخلف والتراجع عن مواجهة التحديات والحضارة إذ هم الداعم القوية والدوافع المتينة التي تستطيع أن تبني بها صاروخ أمجاد البلدة كي تبقى جاهدة أمام رياح الزمان التي لا تبقى ولا تذر وأمام تحديات الجسام التي تحدد وجودا وقيامة ولكن للأسف أيها الأحباب إننا حينما نتأمل حالة مجتمعنا اليوم ونحاول أن نرصد نشاط شبابه نجده منصرفا بما يحدث عليه داعم هذا الوطن إذ يحتفي حس المسؤولية وينعدم الواجب وتغيب التضحية وراء ستائر التكنولوجية المفسدة فلا يبقى من شبابنا أيها الإخوة إلا صورة اللحم والدم بقصد إضعاف الأمة الإندونيسية وتليين دفاعاتها وتحطيم مناعتها وتشكيكهم في دينهم ومناهجهم يضيعون أوقاتهم بلعبهم ولهوهم وينسون الواجب عن أمتهم معاذ الله معاذ الله يا إخوة المسلمين من هذه البيئة ولذلك يجب علينا أن نهتم بالشباب اهتماما بليغا ببذل طاقة عظيمة لإحياء دور الشباب وإشعار المسؤولية في نفوسهم
فمن الآباء والأمهات والمدرسين والدعاة والمثقفين والإعلامات بضرورة التعاون بينهم وبذل جميع الجهود والطاقات في شرف شباب الأمة عما يضر بدينهم وبلدتهم. فيا أيها الأحباب وأخص بالشباب، أنتم الأمل بإذن الله، ونحن نعلم أن فيكم الخير العظيم. واستشعروا يا شبابنا أنكم بتأخيركم التوبة إلى الله والعودة إليه، وبتأخركم عن مناصرة الحق، وبتكاسلكم عن بذل الجهد للترقية والإصلاح، تكونون سببا في تأخر نصر أمتكم. فيا أيها الشباب الإسلام في كل مكان، لا بد لكم أن تكونوا مؤثرين في حياة أمتكم ووطنكم، ولا بد أن يكون لكم دور إيجابي في تغيير الواقع المؤلم إلى واقع هو أرض الله ورسوله والمؤمنون. فإن لم تتغلبوا اليوم على أنفسكم وتجاهدوا شهواتكم ورغباتكم وتبدلوا اليوم زهرة أعماركم من أجل بلدتكم ومستقبل أمتكم، فمتى؟ فإلينا إلينا أيها الشباب حتى نصنع معا فجرا جديدا ونعيد معا لأمتنا مجدا تليدا. فيا شباب الجيل لبلادكم عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، فأنتم سر نهضته والوقود، فأنتم فجره الزاهر الجديد. أتقي بهذا وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.